جسم فيها ارتفاع البريشر جواها، فاحنا بنقول سيستميك هايبر تنشن، كل الارتيريال بلد بريشر عالي. لو قست العيان ضغطه من الرجل او من الدراع، ممكن يقيس من الرجل واحد الاثنين مش موجودين، هيقيس له الضغط منين؟ في طفل صغير ما عنديش الكاف بتاع قياس الضغط للاطفال، ومضطر اقيسه بالقياس بتاع الكبار، بقيسه من الثاي، بشوفه من الثاي. فاذا يعني المقصود ان السيستميك هايبرتنشن ده اللي هو جنراليزد ارتيريال انكريز ان ارتيريال بلد بريشر. طب هو ممكن ما يبقاش جنراليزد، ممكن حته او في حته في الجسم ممكن يرتفع الضغط فيها ويبقى لوكاليزد في الحته دي. زي ايه؟ احنا خدنا في الليفت سايد الهارت فيلير، كان لما بيحصل بالمرض الكونجيشن كان اللنج ما بترضاش تاخد بلاد تاني من الرايت فنتركل. طب عشان ما تاخدش بلاد من الرايت فنتركل كانت بتعمل ايه؟ كان بيحصل البلمونري ارتري اللي طالع من الرايت فنتركل رايح للبوست لاين يحصل فيه فازو كونستريكشن عشان يخلي الدم ما يخرجش من الرايت فنتركل ويروح للنج يزود فيها الكونجيشن. فالفازو كونستريكشن اللي حصل في البلمونري ارتري ده بيعمل حاجه اسمها بلمونري هايبرتنشن. دي هايبرتنشن لوكالايز في اللنج، بنقول عليه بلمونري هايبرتنشن. الناس اللي عندهم فيروس سي وعمل لهم تليف في الكبد ليفر سيروزس، والتليف ده ابتدى يضغط على الارتريس السمول ارتريس بتاعت الكبد، وابتدى يقاوم دخول الدم الى الكبد، فكل الدم اللي جاي من الجسم كله داخل عشان يحصل له ترقية في الكبد ويتاخد منه النيوتريانس ويتاخد منه السموم والحاجات دي، كل دوت مش هيبقى عارف يخش الكبد، هيبتدي يتحجز ويبتدي يحصل حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن او ارتفاع في ضغط الدوره الدمويه الباميه. لان البورتال بيت ده اسمه الوريد البابي، لما يرتفع الضغط فيه وده اللي بيخلي الضغط راجع يبتدي يطلع فيه الميوكوزا بتاعت المريء بتاعت الاسوفيجس ويعمل الاسوفيجيال فارسز او جوانب المريء يقوم تفرقع والعيان يرجع دم والكلام ده. فدي اسمها بورتال هايبرتنشن. اذا عندي لوكالايز انكريز ان بلاد بريشر في حتت معينه في الجسم زي البلمار هايبرتنشن والبورتال هايبرتنشن، ممكن الضغط جوه البرين جوه السكال ممكن البريشر يزيد فبنسميه انكريز انتراكرينيال تنشن. عشان كده لما نيجي نقول المرض بقى بتاع ضغط الدم اللي كلنا عارفينه ده اسمه سيستميك هايبرتنشن. Increase arterial blood pressure loops the body. طيب increase the red vein. Red vein احنا قلنا طبيعي، احنا كلنا لو سالت اي حد فيكم هيقول لي الضغط الطبيعي 120 على 80. ده الايدل، ده النموذجي. انا لغايه كام اعتبر طبيعي؟ Persistent elevation of arterial blood pressure 3% 140 على 90 مليمتر مركب. يبقى وحدة القياس بالنسبة للبلاد بريشر اللي هي المليمتر مركري، والطبيعي بتاع البلاد بريشر لغاية 140 على 90، هو بينضغط أكتر بيروح 139 على 89، يعني أول ما أوصل 140 على 90 ده هايبر تنشن. لازم يبقى أقل من 140 على 90. بيرزيستنت إليفيشن، يعني إيه بيرزيستنت إليفيشن؟ يعني ما يجيليش المريض بتاعي أول مرة يجيلي العيادة يقيس الضغط الاقي الضغط بتاعه مثلا 150 على 90، اقول له انت مريض ضغط وخد دواء غلط. انا ما اعرفش المريض ده هو داخل تاني. Persistent elevation of arterial blood pressure greater than 140 over 90 مليمتر مركري. وده persistent يعني مستمر. وانس كده وخلاص. لو جالي المريض في العياده وقست له ضغط لقيته 150 على 90 ما يطلعش من الشقه ويكتب له علاج ضغط. ليه؟ عنده قعد ساعه يدور على مكتب العربيه تحت. طلع فوق الممرضه قالت له او السكرتيره قالت له مش دورك، مستنى ساعه قعد ساعتين مستنى. العيان متوتر داخل اساسا هتقيس له الضغط هتلاقي عادي. فاحنا بنقول ان لازم يتقاس البلاد بريشر
من مرتين لثلاث مرات ورا بعض كل يومين ثلاثه، ويكون اكثر من 190 اندر ليزر كونديشن. يعني ايه اندر ليزر كونديشن؟ يعني تشيل العيان، ابتدي اتكلم معاه، ابتدي امتص اذا كان في اي توتر موجود، اعمل له ريشورنس وبتاع، وبعد كده ابتدي اقيس الضغط. الكلام ده بيحصل طبعا بصوره اوتوماتيك، يعني مش هقول انا استنى معاك عشان هديك شويه عشان لسه، لا انا باخد هيستوري من العيان. فبيقعد العيان اسيب بس معاه، ابتدي تشتكي من ايه وبتاع، اسمك ايه وعندك كام سنه وتحكي الدردشه اللي بتحصل معاه دي، بتفك العيان خالص وتخليه يبتدي اقدر بعد كده اقول له اتفضل بقى نكشف. طب انا اسمه ده كجزء من الجنرال اكزامينشن اللي احنا بنعمله، بنشوف الفايتال ساينز كلها، البلد بريشر والباس والتمبريتشر والفايتال ريت، دول اسمهم الفايتال ساينز، لازم يتقاسوا في اي عيان كجزء من الجنرال اكزامينشن. لقيته في المرتين ثلاثه اكثر من 190، يبقى ده مريض ضغط، يبقى لازم ياخد ثلاثه. ابتدينا نقسم العيانين دول الى ستيجز، نقسم الهايبرتنشن الى ستيجز، عشان كل ستيج فيهم هيبقى ليه طريقه في التريتمنت وطريقه في التعامل مع المريض. انا حاطط ثلاثه ستيج، في ستيج رابعه يعني ما حطيتهاش عشان ما لخبطتوش، لكن هقولها لكم. اول حاجه الستيج الاولانيه الضغط اللي انتم كلكم عارفينه، وزي ما قلت لكم لو حطيتوا الضغط الطبيعي كان 120 على 80. ستيج 1 اللي هو خلاص ده بقى مش بريد، ده بقى هايبر تنشن خلاص، اللي هو الضغط فوق ال 140 لكن اقل من 160، او فوق ال 100 فوق ال 90 الدايستول ولغايه 100، ده بنسميه ستيج 1. ده طبعا ما بيحتاجش اكتر من سنجل دراج انت هايبر تنشن، وعاده بتبتدي في حاجه مضره للكل، حاجه خفيفه، او اي جروب ثانيه من الجروبس اللي هنقولها دلوقتي يحتاج دواء واحد بجرعة بسيطة بيظبط الضغط. ستيج 2 فوق ال 160 سيستول وفوق ال 100 باستول، ده ستيج 2. في بقى ستيج 3 اللي هو بنقول عليه المالجنانت هايبرتنشن، ده فوق ال 200، اللي فوق ال 200 ده بنسميه ضغط ارتفاع سرطاني تحت الضغط ده. مش دعوه بالكانسر ولا السرطان ولا بتاع، انما هو من كتر ما هو عميق ممكن يعمل يعني سيريس كومبليكيشنز، فاحنا بنسميه مالجنانت هايبرتنشن، اللي ممكن اي شريان في اي حته في الجسم يحصل له رابشر ويحصل مزيد، يحصل له ميستاكسس من الان، يحصل له سيريبرال هيمورج، يحصل له اي مكان يحصل فيه مزيد نتيجه المالجنانت هايبرتنشن. يبقى عندي 120 على 80 ل 140 على 90 ده بري هايبرتنشن، ستيج 1 من 140 على 90 ل 160 على 100، ستيج 2 من 160 على 100 ل 200 على 110، المالجنانت هايبرتنشن اللي هو فوق ال 200 على 110. ده القرايات اللي احنا بنقول عليها المريض عنده ضغط ولا لا، ان هو لازم يبقى بيرزيستنت، يتقاس اكثر من مرتين ثلاثه، وكان عالي كل المرات، اندر بيزر كومفورتبل سيتويشن، مستريح ومفيش ستريس ومفيش توتر ولا وراء. حطيت العيان في كاتيجوري من دول، هل هو فيها هايبرتنسيف ولا ستيج 1 ولا ستيج 2 ولا مالين. تايب اوف هايبرتنشن، هو في انواع للضغط، يعني مرض الضغط في انواع، في نوعين مهمين جدا. الاول في ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، يعني عندنا الضغط بيكون فيه وسط المطاف، في السيستول والداستول. لو واحد ضغطه 170 على 80 ده يبقى عنده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ده احنا عندنا السيستول، ايه اللي يعلي السيستول او ايه اللي بيخلي السيستول ما يعلاش؟ ان يكون في الاستيستي في الارتس الاورطه او البريكولار ارتس، فيها الاستيستي ان هي لو ضخ دم تقدر بيها تصلح دايلتيشن، فتستوعب كميه الدم ديت
من غير ما يحصل زياده في البريشر داخل الاورطه ولا داخل البريفرنت سيستم. طب لو العيان عنده اثيروسكلروسيس هيحصل ايه؟ هيحصل ان الشريان الاورطه والارتريس فيها ستيفنس ما بتقدرش تستوعب كميه الدم اللي هتخشلها، فبالتالي كميه الدم دي مضغوطه جوه كلوز سبيس مخليها البريشر فيها عالي. لكن لو مفيش الاسيوستروس مفيش التصلب الشريان مش ناشف كده هيقدر ان هو يمدد وينبسط وينقبض بحيث ان هو يتواجد مع كميه الدم اللي موجوده. الاسيوستروس اللي هو تصلب الشرايين ده بيخلي البول بيبقى ستيف ما يقدرش يتمدد فالبريشر بيزيد جوه. والاهم الاسباب زي ما كنا بنقول ان هو اهم سبب حدوث الانجينا هو اهم سبب في حدوث الهايبرتنشن او السيستوليك هايبرتنشن بتاعنا. الحاجه الثانيه طيب هو قادر ينقبض ويتمدد بالكاسكت وحلو زي الفل، ولكن كميه الدم اللي بتخرج من الليفت فنتركل راحة الاورطه كبيره جدا، فبالتالي هتكون اكبر من قدره الاورطه ان هو يتمدد نتيجه كميه كبيره من ضغط الضغط اللي راح في الاورطه ديت، وده بيحصل فيه increase stroke volume. يعني ايه stroke volume؟ stroke volume هي كميه الدم اللي بتخرج من الفنتركل مع كل انقباضة او مع كل دقة من لمحات القلب. فدي لو زادت دي ممكن تزيد طبعا بتزيد في حاجات كتير، بتزيد في الهايبر دايناميك سيركيليشن. يعني ايه الهايبر دايناميك سيركيليشن؟ طريق الانيميا اللي هو عنده الهيموجلوبين قليل وبالتالي الاكسجين اللي شايل الدم ده قليل، فبالتالي التشوز بتعاني فبتبعت مشوارة للقلب تقول له زودت الدم اللي طالع من عندك شويه احسن من الاكسجين اللي جاي لك، فيبتدي الفنتركل ينقبض بقوه اكبر فيطلع كميه دم اكبر فيزود الستروك فوليوم فيزود لي الايزوليتد سيستوليك بلاد بريشر. طيب ده الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. النوع الثاني وده النوع بقى الاساسي، يعني احنا ده احنا عرفناه خلاص وهننساه، يعني ننسى الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ده ما هوش كومن قوي. عاده اللي بيعمل ده بيعمل بيرفع السيستوليك عاده بيزود الدايستوليك او بيبقى معاه السيستوليك الظروف كلها اللي عامل فاكس فطبيعي ان هي هتزود كمان الدايستوليك. الدايستوليك احنا عارفين ان السيستوليك دوت كميه الدم اللي خارجه ومدى استيعاب الارتس اللي هي الدايستوليك عشان الدم ده ينزل تاني في من الاورطه ينزل شويه منه في الفنتركل فيزودوا لي البلاد بريشر. لو الشويه اللي راجعين دول قلوا يبقى في كميه كبيره فضلت موجوده هلاقي الدايستول عالي. ففي حاجات برضه بتزود الدايستول قريبه من الحاجات اللي بتزود السيستول لكن بتبقى في مرحله متاخره شويه بيزيد الدايستول كمان. عشان كده تلاقي المريض يبتدي يضغطه 140 على 90 150 على 90 160 على 90 بعد فتره يبتدي يبقى 160 على 100 يعني يبتدي الدايستول يعلى متاخر. بس في الحاله دي بيبقى اسمه كومبايند سيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن، وده معظم العيانين اللي بنشوفهم بيكونوا من هذا النوع اللي هو كومبايند سيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن. انكريز ان بوث سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشر اند ذيس از ذا ترو هايبرتنشن. يبقى هننسى ده خالص، بس حبينا نذكر يعني ايه سيستوليك هايبرتنشن، لكن اللي احنا بنشوفهم كلهم هم عيانين الايه السيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن. لا هو مش فسيولوجي، احنا ما قلناش من الحاجات دي اللي فيها سبب فسيولوجي خالص. الاسباب اللي قلناها قلنا ان بيزودوا الاكل اللي بيزودوا الكريم والسبورت فولي اللي بيزودوا لو واحد بياكل حاجات فيها ملح كتير الملح ده هيعمل ووتر ريتنشن هيزود البلاد فوليوم هيزود السبورت فولي هيزود البريشر، فده ممكن يبقى علاجه ان هو سولت ريستريكشن. انا مع هتعمل ايه؟ الاسوستروس ده سببه ايه؟ سببه الهايبرليبيديميا او زياده الكوليسترول. هتعالج الكوليسترول هتدي حاجات من زي ما قلت لكم ان احد اللاينز اوف تريتمنت هو الدايركتس الدايركت جول. هحاول اقلل البلاد فوليوم ده عشان اقلل البريشر، هديله دايركت هديله لازكس هديله سازايد هديله حاجه دايركت قلل البلاد فوليوم. ليه علاج؟ لازم يتعالج. مفيش حد ضغط فوق السيستول فوق ال 140 سم ملغرام.
سيستوليك الباستوليك هايبرتنشن ذيس از ا ترو هايبرتنشن، وده اللي هنتكلم عليه بعد كده كل الكلام اللي جاي. طيب حتى ده كمان في منه نوعين، ايه هما النوعين؟ برايمري وسكندري. البرايمري دايما الحاجه البرايمري يعني مش معروفه مثلا هكا كده واحد راح بيستضاف لا ضغطه عالي يستمر بعد يومين لانها عالي يستمر بعد ثلاث اربع ايام لانها عالي فده مريض ضغط خالص. طب سبب الضغط ده ليه سبب ولا لا؟ هو ده اللي احنا عايزينه، لو ليه سبب يبقى سكندري. وسكندري يعني لو عرفت السبب الضغط هيخف مش هيبقى مريض ضغط. الحاله دي بنقول عليه كيورابل هايبرتنشن، يعني ضغط دم قابل للشفاء. انما البرايمري هايبرتنشن ده ما لوش سبب. دورت بقى في العيان فليته ما لقيتش السبب يرفع له الضغط. الاسباب هنشوفها دلوقتي اللي هي اللي المفروض ادور عليها. لكن البرايمري له مواصفات معينه عشان اقول ان ده برايمري، المواصفات اقول ان ده سكندري. اول حاجه اولا هو بيمثل 95% يعني 95% من الحالات اللي بتجيلنا في العياده مريض ضغط بيكون برايمري او اسينشال ملوش سبب. 5% فقط السبب. طب ما احنا كده في دكاتره طبعا بتستسلم وبتعتبر اي مريض هو برايمري عباره على 5% وسط 95% عشان اقول ان ده سكن بيعالج ان انا اظبط الضغط ده. ده بيطلع ليه بقى؟ كنترول اوف بلاد بريشر مش تريتمنت اوف بلاد بريشر. لان مفيش حد بيجي يقول لي عليك لي الضغط، بيقول لي ظبط لي الضغط. في فرق كبير قوي بين عليك لي الضغط ده في السكن. ان انا عارف السبب اللي عامل الضغط دوت فالضغط ينزل. البرايمري لا، البرايمري مفيش عليه، في كنترول اوف بلاد بريشر. ده بيمثل 95%، طبعا زي ما بقول لكم في ناس بتستسلم بتقول خلاص انا هحتاج كله برايمري، لا في 5%، ال 5% دول حرام ان هم يفضلوا طول عمرهم عايشين على دواء ضغط وهو عنده مشكله. لو حلت المشكله دي خلاص هيخرج من مظلة المرضى الضغط ديت وهيبتدي يعيش حياة طبيعية بعد كده. فيستحقوا ال 5% دول ان انا ابذل مجهود شوية و exhaust myself and exhaust the patient in investigations عشان اقول ان ده سكن بنتيجة كذا وعارف الحالة كذا دوت فالمريض ما يبقاش عنده ضغط. اعتقد ان 5% نسبة مش قليلة وتستحق ان احنا نهتم بيها. It has no known cause، مفيش سبب واضح او معروف. الايدج المقصد بتاعه بيكون ما بين 35 و 55. يبقى لما الاقي شاب صغير عنده 20 25 سنه وجاله ضغط يبقى ده ممكن اقول مبدئيا ان ده احتمال يكون سكندري هايبرتنشن وده ابتدي معاه انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز. اما الاقي واحد عايش لغايه 55 سنه من غير ما يجيله ضغط وجه هو عنده 60 سنه هتقول لي ما هو الضغط بيجي كبار. هو بيجي كبار 50 45 انما اللي قعد لغايه ما بقى عنده 55 مش هيجي هو عنده 60 سنه ويجيله ارتفاع ضغط الدم. فبالتالي اللي اقل من 35 واللي فوق ال 55 ده لازم اعتبره سكندري هايبرتنشن وبيري فود اذروايز. ممكن ادور على سبب ما الاقيش وارجع تاني اقول ان هو برايمري، بس لو لقيت سبب هعرف. يبقى البرايمري بيكون ما بين 35 و 55. عاده البرايمري اليوروبي بوست بتعمل ايه؟ يعني تيجي تسال المريض حد في العيله عنده ضغط يقول لك والدي عنده ضغط وخالي عنده ضغط وجوز خالتك، يعني هتلاقي في بوست بتعمل هيستوري قوي لارتفاع ضغط الدم. في بريدسبوزنج فاكتورز دي حتى بنعرفها من العيان من الهيستوري بتاعه ان هو في جينيتك زي ما قلنا الجينيتك اخوه التوأم عنده مش عارف مين يعني في حته جينات فيها. اوبيستي الناس الاوبيس دايما بيبقوا عرضه لجيلهم الحاجات دي. لا الاوبيس ده عنده كوليسترول عالي عنده اسس روتس طبيعي ان يبقى عنده ضغط عنده سكر عنده الحاجات دي. الناس اللي تحت ستريس باستمرار واحد شغال في البورصه شغال في مش عارف ايه وقاعد في المعرش من الاسهم الخضراء والصفراء والحمراء اللي عماله تطلع وتنزل وهو فلوسه كلها وشعره كله في الاسهم اللي عماله تطلع فده محطوط اندر ستريس غير طبيعي. ودلوقتي ما بقاش طبعا بتوع البورصه بس لان كلنا عندنا الستريس دوت فكله بقى سسبتبل بيت الهايبر تنشن. السولت سنسيتيفيتي السولت سنسيتيفيتي ده في واحد تلاقيه قاعد شامل نسيج ضرب له اكل فسيخ محترمه وتيجي تسال تلاقيه واطي ما عندوش يعني ما عندوش السنسيتيفيتي او السولت سنسيتيفيتي. واحد مجرد بس ان مراته حطيت له
شويه ملح زياده على الاكل بتلاقي ضغطه بقى 200 على 100. فاذا في ناس بيبقوا حساسين اكتر للملح، يعمل صوت الموتر ريتنشن، يتحبس في الجسم ويحبس معاه ميه كتير قوي، فتلاقي البلاد فوليوم زاد، الستروك فوليوم زادت، السيستوليك بلاد بريشر زاد. السموكينج طبعا ده مفيش خلاف عليه. السكندري بقى العكس، زي ما بنقول مفيش روت كوز، ده روت كوز اندرلاين كوز اللي لو اتعالج هيروح الضغط. بيمثل 5%، يعني البرايمري بيمثل 95%. سسبكتد امتى؟ لو العيان ده اقل من 25 او اكثر من 55، لو ما فيش فاميلي هيستوري، يعني واحد عنده 20 سنه وجه قال لك استنوطات لقيته عالي. طب حد يقول لا، ولا بابا ولا ماما عندهم سكر ضغط، ولا عنده ولا عمامي ولا اثنين ولا حاجه، يبقى في نيجاتيف فاميلي هيستوري يخليك تشك. طب اشمعنى الواد ده جاله ضغط؟ يبقى اذا دور على سبب ممكن يكون عنده مشكله. Rapidly progressive hypertension with fatal complications. العيان اللي وقع على البرايمري هايبرتنشن بيقعد 20 سنة عنده ضغط وما عندوش مشكلة خالص، تعمل له فانداس اكزامينشن تلاقيه كويس، تعمل له ايكو تلاقي عضلة القلب لسه ما حصلش الهايبر بتاع ليفت فيلتر. المريض بتاع السكند هايبرتنشن سريع جدا، سريع في قرايات الضغط تلاقيه بيتطور بسرعة من ستيج 1 لستيج 2 للمريض بسرعة شديدة، سريع في الكومبليكيشنز. بص تلاقي فولس اكزامينشن، تلاقي فيه نقط، فيها ريجنال هيموريدج، في بعض الكابيلرز كان قاعد وعمل شبكيه فيها نزيف، وتلاقي الكيدي افكتد الهايبرتنشن داون بسرعه في بلاد 70 3، تلاقي جاب كل الكومبليكيشنز بتاعت الايه؟ الهايبرتنشن. يبقى دي الحاجات اللي تلاقيها لما يجي يقول لك ده انا متشخص ان انا عندي ضغط بقالي سنتين، وتلاقي الفندس فيه تغيرات، الكيدي فيها تغيرات، مش عارف ايه فيه تغيرات، يبقى اتوقع ان الولد دوت عنده سكند هايبرتنشن، محدش اهتم يدور على السبب دوت، فدخل في الرابد بروجريسيف هايبرتنشن، ولو دورت وراه طالع السبب ده. النوعين اللي موجودين من الهايبرتنشن، هنبتدي الاول نتكلم على السكند هايبرتنشن عشان نخلص منه، ومش عايز في ديتيلز قوي، يعني مش عايز تتكلموا في ديتيلز، انا بس من باب العلم بالشيء عشان تبقوا عارفين يعني ايه سكند هايبرتنشن ويعني ايه واحد عنده ضغط بيبقى عنده حاجه تتعالج فالضغط يروح. فبقيت اقول لكم اكزامبلز بس، لو واحد عنده مشكله في الكيدني، عنده رينال بروبلم، رينال ديزيز، البارينكما يعني النسيج بتاع الكلى نفسه، عنده جلوميرولون فايتس اللي هو التهاب مناعي في الجلوميرولاي اللي هي الميلانين بتاعت الكيدني نفسها، الدايابيتيك بروبلم واحد عنده سكر ومأثر على الكلى، واحد عنده فايلون فايتس في حوض الكلى نفسه، واحد عنده بوليسيستيك كيدني، الكلى بدل ما هي فيها نسيج بتاع الكلى بيشتغل وبيأدي وظائف استبدلت، ودي حاجه كونجنتال بيتولد بيها، نازل في سيست عباره عن اكياس فيصلات كده موجوده في. المهم ان دي كلها ديزيزز في الكيدني. ومن ضمن الحاجات القطر بتاع الكيدني نفسه في حاجه اسمها رينا قطر ستينوسس، ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل ديزيز تحت الكيدني، وهي العلاقه اللي هو الرينو فاسكولار ديزيز اللي هو رينا فاكتور ستينوزيس ده، which by term activate the renal system اللي هو بيعمل فازو كونستريكشن بيضيق الشرايين فيرفع. المهم ان الكيدني ديت من ضمن الاسباب الرئيسيه لارتفاع اللي هو سكند هايبرتنشن، والعلاقه ما بين الكيدني وما بين الهايبرتنشن الاثنين بيحبوا بعض قوي. امراض الكلى كلها ترفع الضغط، ومرض ارتفاع ضغط الدم سواء برايمري او سكندري يبوظ الكلى. فالاثنين يعني في حرب شعواء ما بينهم، الكيدني ديزيز ترفع ضغط والضغط يبوظ الكيدني يعني الكيدني ديزيز. حاجة ثانية الاندوكراين ديزيز. عارفين الاندوكراين سيستم ده بيبتدي من الهايبوثالامس والبيتويتري جلاند والغدة المخدرية، وبعدين بننزل الثايرويد جلاند، سوبرا رينال جلاند، جوناتس اللي هم تيستس ميلز اند اوفرز الفيليز، دي ده كلها البنكرياس، كل دي اسمها الاندوكراين سيستم او الغدد الصماء. الاندوكراين سيستم عندنا البيتويتري جلاند او الغده المخدريه بتفرز هرمون اسمه بروستوكول، ده اللي بيفرز بيخلينا بنكبر. لو اتفرز بكميه كبيره في سن بعد البلوغ بعد البيوتري بيعمل حاجه اسمها اكروميجالي، لو قبل البلوغ بيعمل حاجه اسمها جايجانتيزم او تعلق او يعني شخص عملاق
مشكله الجروس هرمون دوت ان هو هايبرجينيك بيديوس انسولين ريزيستنس ويعمل مرض السكر، وهايبر تنسيف بقى بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن فبيعمل ارتفاع في ضغط الدم. طيب البيتويتري ديت ايه اللي خلاها تدرس جروس هرمون كتير؟ طلعت فيها ادينوما، طلعت فيها تيومر سواء في ماين ادينوما او مالجنان كارسينوما. التيومر ديت لو انا عملت للعيان ده عمليه وشلت له هذا التيومر، خلاص مش هيفرش جروس هرمون، الضغط هيبتدي يختفي، السكر هيبتدي يختفي. يبقى ده اسمه سكندري هايبرتنشن سكندري 2 البيتويتري تيومر ديت لو اتعالجت. وفي دواء كمان بندي ساعات لو هي صغيره قوي بندي حاجه اسمها دوستينكس، ده بيقلل احتفاظ الجروس هرمون وبيعالج الهايبرتنشن من غير ما ياخد دواء ضغط اساسا. الثايرويد علاج اي ديزيز من الثايرويد سواء هايبرثايرويديزم او هايبرثايرويديزم بيعالج الضغط. لو جيت انا ظبطت الثايرويد جلاند بالتريتمنت سواء دواء يقلل احتفاظ الثايرويد او دواء يزود احتفاظ الثايرويد او اعمل سيرجري واشيلها خالص، كل ده بيعالج الضغط. يبقى هنا الهايبرتنشن سكند تو ثايرويد ديزيز. الباراثايرويد جلاند نفس الحكايه، الباراثايرويد المسؤول عن الكالسيوم والميجنيزم دي برضه من ضمن الحاجات اللي الباراثايرويد هرمون ممكن يرفع الضغط. فانا لو جيت عملت سيرجري او ديت تريتمنت بيصلح الهايبر باراثايرويديزم دوت الضغط هيختفي. الدايابيتس بالمرات من الكومبليكيشن بتاعته بيعمل اثيروسكليروز، فلو عمل اثيروسكليروز هيعلي الضغط. ولو بقى كنترول للدايابيتس دوت قدرت ان انا اعمله كنترول هو او الكوليسترول الضغط هيتظبط من غير سوبرا رينال جلاند. سوبرا رينال جلاند بتفرز ثلاث حاجات، بتفرز في تومر اسمها او سيندروم اسمها كول سيندروم، بيفرز فيها حاجه اسمها الدوستيرون. الدوستيرون ده بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن فبيعلي الضغط. كوشنج سيندروم زياده في افراز الكورتيزون من السوبرا رينال جلاند، كورتيزون بيعلي الضغط بيعلي السكر. في كروموسايتوما من السوبرا رينال جلاند بيفرز البينفرين دور البينفرين، انتوا عارفين ان البينفرين بيستخدموه في اللوكال انستيزيا عشان يعمل فازو كونستركشن للبلاد فيسلز في المنطقه اللي انا هشتغل فيها، فهحتفظ باللوكال انستيزيا اطول فتره ممكنه في المكان ده. فده لما التيومر دي تبقى موجوده بتفرز البينفرين ودور البينفرين كميات كبيره قوي، فتعمل فازو كونستركشن في كل الفيسلز في البطن فتزود البلاد بريشر. لو عملت عمليه وشلت الفيو كروموسايتوما ديت التيومر ديت خلاص ما بقاش فيه بنفس المرور بتاعتهم تحت البطن. يبقى ليه الراينال كوزس اوف سكندري هايبرتنشن اللي لو اتعالجت بتعالج الضغط. زي الناس لو زاد الضغط ناشئ من ترين انكريز ان فيرتنتيشن على في سائل في حوالين البرين وحوالين السباينال كورد سائل حالي او سائل مهاري، السائل ده اللي هو سي اس اف سيريبرو سباينال فلويد لو بريشر معين، لو زاد هذا البريشر هيضغط على البرين، هيضغط على البلاد فيسلز، هيرفع البلاد بريشر. لو في تيومر موجوده في المظله او في البرين بصفه عامه ممكن يرفع البريشر داخل البرين، هيزود البلاد بريشر، يبقى البرين ممكن يبقى سبب السكندري. لو انا عليك الحاجات ديت الضغط يختفي. الفيسلز نفسها الارتري اللي ماشي فيه الدم ده بقى اللي هو عامل اساسا الهايبر بريشر، لو في ديزيز زي الكوري اثراكس نودوزا قوي يعني متعدد الارترايس كذا ارتري في الجسم من جزء التهاب مناعي في الارتري، ده بيخلي الارترز تبقى ستيف ويعمل هايبرتنشن. فده لو اتاخد له العلاج بتاع الاوتو ميون ديزيز سواء الكورتيزون او الميون سبريس درايفز او وات ايفر هتحسن الضغط. البوليسايتيميا زياده الريد بلاد سيلز، كل ما تزيد الريد بلاد سيلز قوي عن الطبيعي كل ما بتزود الفيسكوستي بتاعت البلاد بتزود الزيزوجة بتاعت الدم بترفع البريشر داخل الابرز. اخيرا الكوارتيشن اوف ذا اورتر اختناء الاورتر بيرفع ضغط الدم في الجزء من الاورتر اللي قبل الاختناء دوت بتلاقي الضغط فيه عالي. فدي الفاسكولار كروزس او سكندري هايبرتنشن. اخر نوع بقى وده اللي احنا كناس دكاتره بنعالجه بنتسبب فيه بقى يرم مننا على ان واحده سنها فوق ال 35 سنه والكورت لسه مصممه تديها كونتر سكند بيز او هرمون مع الحمل. طبعا هرمون مع الحمل دي عباره عن هرمون استروجين وبروجستيرون.
ودي بتعمل هايبر تنشن وبتعمل دايبيتس لو خدت فتره طويله او لو خدت سن كبير. فبنقول دايما بنخليها للكيميرز اللي سنهم صغير لغايه سن 35، بعد كده بنستخدم اذر ميكانيزم فور كونتراسبشن لايك اللوب مثلا. لكن الكونتراسبشن تيكس ما يستحبش يوسع على فترات طويله للكيميرز، وما يستحبش ان هي تاخد بعد سن 35 سنه. بتعمل برضه صور كالبوتر، كل الحاجات اللي فيها هرمون بتعمل صور كالبوتر. الكالسيوم بعض الناس طبعا الكالسيوم مش دواء الشرب اللي بيديه الاطفال عشان يسندوا عشان يمشوا، لا مش مقصود بيه دواء. في ناس بيبقى عندهم مشكله في الفرق في الرايت جلاند، بنضطر عندهم هايبو فرق في الجسم، بنضطر ندي فرق في الرايت هرمون وكالسيوم بكميات كبيره قوي. الكالسيوم اساسا عشان اي سموز مصر في الجسم، سواء الهارت سواء البلد بريسنس سواء الجاسترو سباينال تراك، عشان يحصل فيها كونتراكشن لازم في شانلز كده بيخش منها الكالسيوم ويعمل ستيموليشن للفايبرز بتاعت المصر دي ان يحصل فيها كونتراكشن. فلما بندي كالسيوم بكميه كبيره بيخش كالسيوم كتير قوي بيعمل كونتراكشن جامد، فيعمل بازو كونستريكشن في البلد بريسنس فيرفع الضغط. كده اهم دواء ضغط موجود حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر، اللي معروف في السوق يعني باسم نورباس او ادالات او ايزوبتين، كل دي اسامي للكالسيوم شانل بلوكر. وقبل ما الشانلز دي ما تخليش كالسيوم يخش، تبتدي المصل فايبر ما تخليش الكالسيوم لكن لها باظ كونستكشن فياخد مريحها، حصل لها باظ دايركيشن فيقل الضغط. يبقى انا لما بدي انا بقى كالسيوم دوزز كبيره قوي بعمل كورتيزون. والكورتيزون احنا ممكن احنا نديه لبعض الضارين، واحد عنده كورتيزون كتير، واحد عندها سيستميك لوبس ارثروماتوزيس او الزئبقه الحمراء، او واحد عنده روماتويد ارثرايتس، او واحد عنده الرجي او حساسيه او حاجه، فاضطريت ان انا اديله كورتيزون. الكورتيزون هيعمل سولت الووتر ريتنشن، فهيزود لي البلاد فوليوم، هيزود لي الضغط. هي المشكلة بقى مش في ده، انه الياتروجينيك ده مش اللي انت مضطر تديه كدكتور، وانت طبعا لما بتديه بتبقى عارف ان انت بتدي كورتيزون في احتمال الضغط يعلى، بتعمل مونيتورنج للبلاد بريشر، وتدي معاه دايوريتك عشان ينزل المايه اللي هو عمال يحبسها، تبقى انت مستفاد الاكشن بتاعه وبتضيع السايد افكت. يعني المشكلة بقى مش في الدكاترة وان هو كعلاج، المشكلة انه في الحيات والحتت الشعبية شوية بيستخدموا الكورتيزون ده بهبل وبطريقة يعني ما تتخيلوهاش. البنت نحيفة شوية وعايزة تبقى تخينة، فتروح للصيدلي تقول له أنا عايز أتخن، فالصيدلي يقول لها عندي ليكي في الشام كوكو وابا 10 على 10، فيروح تديها البوست كورتين اللي هو معروف في الحتت الشعبية باسم كوكو وابا، تديها العلم الشام كوكو وابا كمان بيعمل خليها زي القمر، هو فعلا بيعمل حاجه اسمها كده، بيعمل مون تيست كتير. وش الوش المدور بيبقى وردي لونه محترم خالص، والمنفوخ كده يعني حاجه تحس ان هي بتخدم بقى وبتاع، اسمها كل بريكنج، كل ده بيبقى عباره عن ميه تحت الجليد. وكل اللي عمله عمل سولت ووتر ريتنشن، حبس ميه كتير بقت منفوخه ميه، لو شكلها في البوس كده هتلاقي فيه نافوره طلعت كده. المشكله بقى ان هو عمل لها ارتفاع في ضغط الدم، الكورتيزون هو انتي انسولين افكت، فيبقى الانسولين اللي بيفرز من جسمها بيلاقي حد بيقاوم ما بيشتغلش فبيديلها سكر. وبعد كده لما بتحصل لها مشاكل دي تبتدي تروح للدكتور. والله انا بقالي سنه ونص باخد كوكو واو، يخرب بيتك على بيت الكوكو واو، تيجي تشوفها بقى وبعدين عشان تعالجها، طب وقفنا الكوكو واو عملنا وزروع، طبعا لازم يتوقف بالتدريج، ما ينفعش صاروا ستوبج مره واحده، بنوقفوا بالتدريج. وتيجي بقى تديها دايوريتكس عشان تنزل بقى النفخه اللي هي فيها دي، وتظبط لها السكر وبتاع. السكر مع الوقت هيبتدي يختفي لان شيلنا السبب، الضغط هيبتدي ينزل لان وقفنا الكورتيزون ودينا دايوريتكس. لكن المشكله ان هي بتتشوه، يعني عارفين يعني ايه معنى تتشوه؟ ان حصل ستريتشنج جامد للجلد بالميه الكتير دي، عارفين اللي بيقولوا عليه الجلد فتح، بيحصل حاجه اسمها سترايك. سترايك في الفيميلز لما بيحصل لهم بريجنسي
والابدو اللي بتشد قوي، الجلد بيتشد قوي، بيسموها سترايا جرافيدارم، اللي هي الخطوط بتاعه الحمل. الجلد اتشد وحصل كولاجين في حتت معينه، الكولاجين اتقطع، فانا ابتدي بعد ما تولد البطن ترجع تاني تلاقيها ملونه كذا لون في الخطوط. نفس الشيء ده بيحصل ليه؟ خدت الكورتيزون دي، وبعد كده ابتدينا ننزل الميه اللي حصلت دي، الجلد اتشد قوي، فالكولاجين اتقطع، فابتدي يبقى في خطوط سوداء ابيض بني، تلاقي منظر رهيب يعني منفر جدا. الوش يرجع كمش بعد ما كانت الشبابيكه، الوش كمش بس يعني عجزه 20 سنه، فبتبقى مشكله من الكورتيزون دوت. خلي ده الوش كده. واخر حاجه كانت الكولانينز اللي هو البنفلين والبورجنز اللي هو زي ما بقول لكم كده بيبوظ الكونستكشن وبيزود. دي الحاجات اللي هي بتعمل السكند هايبرتنشن. وبقول لكم لو في كلام ايه؟ في اسئله؟ في حاجه؟ طيب دي الحاجات اللي هي بتعمل السكند هايبرتنشن. ولو عالجتها زي ما قلنا اندوكراين في تيومر في جلد معينه هنشيل التيومر، واحد بياخد دواء بيعمل الهايبرتنشن هنوقف الدواء الاول، واحد مش عارف عنده باسكولار ديزيز هنعالج هذا الباسكولار ديزيز. فده يا جماعه هذا هو كل واحد باسمه بقى ضاف الكلام اللي عايز يتكلم يحط. طيب لو جيت اسال اي حد فيكم كده مريض الضغط يقول الدكتور يشتكي بيه صداع، كلنا هنقول صداع طبعا، لكن يعني هفاجئكم بحاجه ان الصداع ليس من اعراض الضغط الا لو الضغط عدى ال 200، انما الضغط العادي اللي هو ستيج بالهايبرتنشن وستيج 1 وستيج 2 ده ما بيبقاش فيه صداع. غالبيه الحالات بتبقى اسيمتوماتيك، اسيمتوماتيك في موست كيسز، و مي بي ديسكفر اكسيدنتال، هو جاي عنده نيوز او عنده نزله شعبيه او عنده نزله معويه، وجزء من الروتين اكزامينشن الجنرال اكزامينشن ان انا جهزت الضغط لقيت ضغطه عالي. لدرجه ان في احدى المرات واحده جات لي بقيس لها الضغط 230 على 120، وهي اساسا ما عندهاش ضغط، هي اساسا مش ما عندهاش، عندها طبعا بس هي ما تعرفش لانه جاي لها اسيمتوماتيك وما قسمتوش قبل كده، وخلاص ماشيه بيه بالضغط 230 على 120 ما عندهاش اي. فبسالها انت بتاكلي ضغط ولا الشر؟ ما عنديش ضغط. طب ما عنديش ضغط، طب حضرتك هتطلعي دلوقتي على المستشفى حالا وشي معايا مركزه. طبعا الواحد ما بيقولش كده طبعا، لكن ممكن تشوف حد من الناس اللي معاها، لو سمحت خدها واطلع دلوقتي على المستشفى، لان دي ممكن يحصل لها سيريبرال هيموريدج في لحظه، يعني في لحظه ممكن تحش توصل لباب العياده وتقع بسيريبرال هيموريدج. ف وطبعا عندك صداع مش يعني مش اي حاجه، كل اللي بتعدي بس دور الكحه اللي بيطير. ده اللي هو بيبقى بيكتشف اكسيدنتلي، وبعد كده بقى بعد ما راحت المستشفى ادوها علاج وظبطوا لها الضغط، بقت كل يومين ثلاثه بتجي لي العياده عندها صداع، بعد ما عرفت ان هي مريض الضغط، ومريض الضغط المفروض يجي له صداع. هو الهيدك بيجي افتر انفورميشن ان هي هايبر تنسر. لكن مش معنى كده ان هو صداع، انا بقول ان الهيدك ممكن يجي بس لو او يبقى العيان بيرزنتد بالهيدك لو هو ضغطه فوق ال 200. هيجي بس مش لاقي صداع برضه، الصداع اللي هيجي يقول لي عندي صداع هنا هيفك الدماغ، او عندي حتتين دول ما اعرفش ايه، او عندي صداع في الحته، كل ده مش صداع ضغط، صداع الضغط اسمه اوكسيبيتال هيدك، بيجي في الجزء ده كده. يعني في الجزء بتاع الراس من ورا اسمه اوكسيبيتال هيدك، وده زي ما بقول لكم لما يبقى الضغط عالي جدا هيجي المريض بالاوكسيبيتال هيدك لو ضغطه مرتفع. لكن معظم الحالات اسيمتوماتيك اكتشف اكسيدنتلي بيشتكي من هيدك بعد ما نقول له ان انت عندك الضغط العالي اللي عمله اوكسيبيتال هيدك ده بيبقى معاه شويه زغاله في العين بلاير فيجن، عنده شويه تيتس وش في الوين، عنده ممكن يجي بقى ابيستاكسس، ودي تبقى كتير بنشوفها والمريض يجي بينزل في مناخيره وما عندوش ضغط، يعني هو ما يعرفش ان عنده ضغط، فده يكون الفيرست برزنتيشن دي انه جاي ساعات بيجي بجلطه بتاع نزيف في المخ
وهيميبليجيا شويه النصفي وبتاع، ويكون السبب الضغط عالي وهو مايل. ممكن مع الضغط العالي يبقى العيان حاسس ان هو نوزيتد، عنده نوزيا، عنده ميدل بريف او عنده بريف فعليا. يبقى الكومبليكيشنز والهايبر تنشن ماي بي ذا فيرست برزنتيشن اللي هي الاستاكسس والسيربرال هيموريج والاسكيميك هارت ديزيز وما الى ذلك. نكتشف في المريض ده ان هو مريض هايبر تنشن. الساينز عندي حاجتين، حاجه طبعا المريض ضغط، الساينز ما فيش هيس الضغط ولا اتاكد ان هو اكثر من مره عنده ضغط عالي اكثر من 190 مور ذان وان اوكيجن اندر كومفورتبل اند بيزك كونديشنز. لو عملت العين ده ايكو هلاقي ليفت. طبعا حتى بالساينز انا ممكن بالاكزامينيشن بالبركشن وبالسماعه اعرف ان عنده ليفت فريكورال هايبرتروفي، يعني عنده تضخم ليفت فريكورال. كلنا عارفين ان اشهر سبب الليفت سايد هارت فيلير از هايبرتنشن. هيبتدي الاول ليفت فريكورال عمال يحصل له تضخم في العضله بتاعته زي اللي بيشيل حديد وزي اللي بيلعب رياضه بتاعته، عمال يحصل له تضخم 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 عشان يوفر كاب الريزستنس بتاعت الهايبرتنشن ديت، لغايه ما يبتدي يفقد القدره ان هو يقاوم اكتر من كده فيحصل فين. فاحنا بنشوف مرحله الليفت فريكورال هايبرتروفي لو جاي عليها ضغط عالي، وعايز اعرف الضغط ده حاجه ريسنت لسه دلوقتي ولا حاجه قديمه. بلاقي الليفت فريكورال هايبرتروفي لدرجه ان هم لما ببعتوا لحد بتاع اشعه يعمل له ايكو بيبطل له كلمه ليفت فريكورال هايبرتروفي ديت، بلاقي القلب كله كويس ومفيش اي حاجه وليفت فريكورال لوحده كده. طب بقول له هايبر تنسيف ليفت فريكورال بيوصفوه كده ان الليفت فريكورال متضخم لوحده ده، ده بيقول ان العيال ده لو جينا للكومبليكيشنز بتاعت الهايبرتنشن لسه قايلين اهو ليفت سايد اوف هارت فيلير والموست كومن كوز ليها هو الهايبرتنشن. الحاجه الثانيه السيريبرال برضه لسه قايلين ان يحصل له سيريبرال اسيد كلوز، يحصل له نزيف، يحصل له جلطه بيري برين. في حاجه اسمها هايبرتنسيف انفلوبسي ما تشوفوش نفسكم بيها قوي، بس دي احد الايمرجنسيز بتاع مرض الضغط اللي بيروح فيها العيان. انفلوبسي يعني غيبوبه، هيروح في غيبوبه نتيجه ارتفاع ضغط الدم، ولكن ما عملتلوش ولا انفاركشن ولا عملتله هيموج. هي عملت ايديما في البرين، حصل الضغط العالي قوي دوت، ابتدى يعمل فلتريشن في الموتر خارج السيلز وجوه السيلز من جوه، السيلز اتنفخت، عمل برين ايديما، فابتدت تاثر على السيربرال فانكشنز بتاعته، عملتلها سبريشن، فابتدى يخش في غيبوبه. وده له تريتمنت انتي هايبرتنسيف دراجز بتاخد انترافينس، ده ما ينفعش اقعد في غيبوبه استنى لما اديله قرص كافوتين ولا اديله فاند كلاسكس ولا بتاع، لا اللي ياخد ادويه مخصوص انتي هايبرتنسيف انترافينس من امرجنسي العالم. بقيه الكومبليكيشنز قلنا اسكيميك هارت، قلنا كاردياك كومبليكيشنز، وقلنا سيربرال كومبليكيشنز، الرينال، وزي ما قلت لكم العلاقه ما بين الكيدني ما بين الهايبرتنشن علاقه يعني بيحبوا بعض. ده يزود الهايبرتنشن، الرينال ديزيز تزود الهايبرتنشن، والهايبرتنشن يعمل رينال فيلير. الريتنا اللي هي الشبكيه بتاعت العين تاثير الضغط عليها، ساعات الضغط بينشخص عن الدكتور الرابط. يعني زي ما كنا بنقول عليكم انتوا بتشخصوا سيستميك ديزيزز كتير من الاورا مانيفستيشن اوف ذيس سيستميك ديزيز. انت تيجي عيان جاي دايس وبيوجعه فتفتح تلاقي الالسر في الماوس كده ليها شكل مواصفات معينه، فتقول العيان ده عنده سيستميك لوبس او العيان ده عنده سيفلس او العيان ده عنده جمهوريه او وات ايفر. فكمان الدكتور الرابط بيبص بيعمل فحص قاعي يقدر يشوف الريتنا بالتغيرات اللي موجوده فيها بالجريدز، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 وجريد 4. برضه مش عايز تحفظوا التفاصيل دي، هم تعرفوا ان دي تاثيرات او في كومبليكيشن على الريتنا او على الشبكيه قد تصل الى البلايندنس العمى، ان هو يحصل الضغط العالي ده يخلي بعض الشرايين تفرقع، بعض الكابيلر والشرايين تفرقع، تعمل نزيف في الشبكيه، تعمل انفصال في الشبكيه، العيال بتعمل. فده من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الهايبرتنشن. اخر حاجه الباسكولار كومبليكيشن زي الاسيد شيروزس، الضغط الاسيد
pulmonary complications, pulmonary sclerosis, وفي حاجة اسمها aortic dissection. الأورتيك دايسكشن ده اللي هو الدم اللي بيخرج من الليفت فنتركل بالدفاع جامد وبيحط له ريزيستنس من الأورطة اللي هو ستيف وفيه أسوسكلروسس وبتاع، ممكن يبتدي الدم ده بالدفاع بتاعه يعمل شرخ في الوول بتاع الأورطة نفسه، فيعمل حاجة اسمها دايسكشن يعني تشريح، يعني يبتدي يفصل الميكوزا والسب ميكوزا عن الماسكولارس الميكوزا اللي موجوده، يعني الميكوزا والسب ميكوزا عن المصل لير بيعمل لهم انفصال ويخش الدم ما بينهم، بيبقى عامل زي التشريح زي مثلا مشرط بيشرح حاجه كده، فده طبعا بيبقى فيري ريسكي وفيري دينجرس وممكن يحصل رابشر في الاورطه، ولو حصل ده لا قدر الله لو هو في قلب اوضه العمليات ما بيتلهاش خلاص الاورطه يفرقع كل الدم اللي موجود في الجسم خرج بره السيركيليشن، فده اسمه اورتيك دايسكشن وده حاجه المهم نبقى عارفين بس ان في حاجات بتعمل السكند هايبرتنشن حاجات رينال وسيربرال وفاسكولار وكده، وفي حاجات كومبليكيشنز بقى للهايبرتنشن ودي اللي بتهمني اكتر، ان انا عارف ان ممكن يحصل تاثير على الريتنا او على الشبكيه على النظر، ممكن على الكيدني، ممكن على الهارت، ممكن على البرين، ممكن على البط بيسنس. انفستيجيشنز احنا عندنا نوعين من الانفستيجيشنز، يعني لما يجي لي مريض ضغط المفروض ان انا بشوف الاول المريض الضغط ده الضغط عمل فيه ايه؟ بوظ فيه ايه؟ ولا لسه ما بوظش حاجه؟ وان انا بعمل الكارديك اكس راي اشوف الهارت سايز قد ايه؟ اشوف الفريتك الحجم قد ايه؟ اعمل بي سي جي، اعمل ايكو يديني تفاصيل اكتر عن الليفت فنتركل وعن الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل فيه. سيريبرال عشان اشوف اذا كان حصل في اي انفاركشن، حصل هيموج، حصل فبعمل سي تي والمر اي على البرين. كدني اشوف الكدني متاثره ولا لا، لان انا بعمل كدني فانكشنز واعمل يورين اناليسيس واعمل سولار على الكدني اشوف حجمها ابتدى، لان الكدني نتيجه الهايبرتنشن بتعمل شرينكج في الهايبرتنشن بيعمل شرينكج في الكدني، فنلاقي كدني صغيره عليها هايبرتنسيف كدني. النوع الثاني من الانفستيجيشنز اللي هو 5% اللي قلت لكم عليهم في الاول اللي انا بحاول ادور لهم على سبب كيورابل عشان اعالجه عشان العيان ده يخف من الضغط. فبعمل بقى الحاجات اللي هي ام ار اي على البرين عشان اشوف في البيتوتر دي ادينوما ولا لا، اعمل سونار وسيتي سكان على القلب انك اشوف السوبرا رينال جلانز في تيومر تفرز كورتيزون تفرز ابستيرو تفرز اي حاجه، اخد دراج هيستري كويس اشوف العيان ده بياخد العيانه دي بتاخد كونترسبتيف بيلز او العيان ده بياخد كورتيزون او بياخد كالسيوم ولا لا، كل الكلام دوت كان انفستيجيشنز من الحالات اللي هي عايز اعرف سكند ريفيكشن. غير بقى العلاج، العلاج بتاع الهايبر تنشن التارجت بتاعي في العلاج ان انا اوصل اقل من 140 على 90 الا في حالتين، زي ما بقول لكم عيان السكر وعيان مريض الكلى رينا فيلير او رينا فيلير، دول لا ده انا عايز الضغط يبقى اقوى من 140 على 90 كمان، فلازم يبقى اقل من 150 على 100. ده سؤال ايه السكيو لازم ينزل، يعني التارجت بلاد بريشر ينزل بقى بصور مختلفه، مريض عنده سكر وجالك ضغط مش عارف كام، التارجت بتاعك ان انت بتخليه الضغط مريض عنده رينا فيلير وبيكسل وجالك عايز تبطل الضغط التارجت بتاعك كام؟ مريض ما عندوش لا ده ولا ده وجالك التارجت بتاعك لازم في سؤال مسكيو بصوره او اخرى يجي في ده. ان انا التارجت بتاعي عايز عيالي ده يتظبط على كام؟ عايز يبقى ضغطه كام عشان اقول ان هو كده كويس ومش هيحصل له كومبليكيشن. 140 اقل من 140 على 90 لو دايابيتك او رينال، اقل من 130 على 90. طيب اللاينز اوف تريتمنت اللي انا بستخدمها تو لاينز اوف تريتمنت، تو لاينز اوف تريتمنت نون فارماكولوجيكال بدون ادويه والادويه فارماكولوجيكال. اول لاين اللي هو بدون ادويه اللي هو تشينج لايف ستايل او لايف ستايل مودفيكيشن، اللي بادويه الادويه دي يا اما ادويه الهايبرتنسيف اللي هي الانتي هايبرتنسيف نفسها دي طبعا اساسي، لكن كمان في اظبط الريسك فاكتورز لو الكوليسترول عالي بظبطه، لو في سكندري هايبرتنشن بعالج السبب عشان اخليه ما
يبقاش حاجه بتنزل ولا لا الادويه اللي انا هستخدمها. طب اللي هي تشينج اللايف ستايل اعمله ايه يعني؟ بص البيت لو هو اوبيز ومورويت زي ما قلنا في الاول ان الاوبيزتي احد الاسباب بتاعت الضغط. ريديوس صوت الفيت بقلل الاكل الملح في الاكل بقلل الفات في الدايت. يبقى اذا ريديوس فات انتيك ريديوس دايت دايت ريكات انتيك ستوب سموكينج ريجولار اكسرسايز افويد ستريسفول كونديشن از بوسبل مديتيشن. طبعا لو مش قادر مش زي ما بقول لكم شغل كله توتر و بضطر ان انا اديله انكزوريتك اديله حاجه مهدئه سيبراليكس زولان مولابيكس اي حاجه من الحاجات هي بس نقول عليها مطمنه او مهدئه او بتقلل الانكزايتي او بتقلل السبيس. هتلاقي 90% من المصريين دلوقتي جالهم سيبراليكس يعني ما فيش حد ما بياخدش سيبراليكس او مولابيكس او اي حاجه من الحاجات. طيب الانتي هايبرتنسيف دراجز ودي يا جماعه يعني عايزكم تعرفوها كويس. الجروبس هم سته جروبس خمسه هم الاساسيين بالنسبه لنا واحد بطلنا نستخدمه لكن له انديكيشن واحد هقول لكم عليه في الاخر. الخمسه دول او السته جروبس دول عايزكم تعرفوهم مش غلاسه عليهم يعني مش مجرد انا بغلس عليهم لكن اما نعرفهم ونعرف اكزامبل او نعرف حتى لو عرفنا اسامي بتاعت كل جروب ايه الادويه اللي فيها ده هيفيدنا كتير. انا بيجي لي انا شخصيا دلوقتي بيجي لي المريض في العياده جايب لي شنطه دواء ويروح قايل لي الشنطه على المكتب كده ويقول لي انا ماشي على الادويه. طيب انت بتتعالج من ايه؟ انا معلق الادويه كده يعني مصري لازم تتناكل شويه. تقول له طب حاجه جايه تشتكي دي عايز تاخد هيستوري بقى 75% من الدياجنوسس بيتم عن طريق الهيستوري و25% عن طريق الاكزامينشن والانفستيجيشن. فلو ما خدتش هيستوري مظبوط فانت فاقد قبل ما تروح تكشف على العيان فاقد 75% من الدياجنوسس. فحاجه انت بتشتكي بايه؟ تقول لك انا عارف انت الدكتور بتكشف اصول فبتبقى حاجه عظيمه. هو هيجي هيكمل لك الدواء يقول لك انا ماشي على الدواء دوت. لو حضرتك مش عارف ان الكور ده دواء ضغط او مش عارف ان الباسك ده دواء ضغط مش عارف ان الترايتيز ده دواء ضغط يبقى انت مش هتعرف ان المريض ده مريض ضغط اساسا وهتقلع له وهيحصل له نزيف. لو مش عارف ان البلابكس والاسبرين والبريميك والفارين والفيكسان ادويه سيوله يبقى رحت في 60 بلاش. ليه؟ لان هو هتقلع له وهو عنده سيوله شديده في الدم هيفضل ينزل مش بنشاط الدم لما يروح المستشفى وتعمل له بريكوشنز معينه او يعمل له تريتمنت معين عشان يبقى متخزن. فبالتالي احنا عندنا خمس مجموعات اساسيه. الخمسه الاولى اثنين منهم بيبتدوا بحرف الاي حاجه اسمها اي سي انهبيتورز وحاجه اسمها ار بيز. دول الاثنين بيبتدوا بحرف الاي وحاجه بتبتدي بتعمل احنا بنقول اي بي سي دي. البي ال بي بيتا بلوكر السي كالسيوم شانل بلوكر الدي دايركس دول كل الادويه اللي لو دخلت اي صيدليه هتلاقي اكثر من 500 علبه دواء ضغط متعددين الانواع والاشكال كلهم بيندرج تحت الخمس مجموعات دول. اول مجموعه هي مجموعه الدايركس. احنا هنبتدي مش بترتيب الحروف الابجديه انا هنبتدي بالحروف الابجديه انا بقولها لكم على اساس تعرفوا تحفظوا بس ايه المجموعات. لكن احنا بنبتدي بالدايركس لان ده دايما اللي بنبتدي بيه العيان بتاع البري هايبرتنسيف او الستيج 4 الستيج 1 نبتدي بالدايركس. الدايركس حاجه ماده اسمها الثايازايد وحاجه اسمها لازكس كلنا سمعنا مش عارف مين جاب ضغط عالي وراح المستشفى راح مديله حمض لازكس قعد يعمل يورين كتير بعدها وبعد كده الضغط اتظبط. هو ده فايده اللازكس ان هو يتاكد في الامرجنسي عشان خاطر المخ يكون ستيبل كيسز هايبرتنشن ولكن بيستخدم في الامرجنس. فرانزايد ده اللي بيستخدم روتينلي كدايوريتيك في الهايبرتنشن. حاجه اسمها اند لايف اللي هو النفريكس. كل دول لقوا فيهم عيب شديد اللي هو ايه؟ هم بينزلوا الميه، الميه وهي نازله بتاخد معاها صوديوم وبوتاسيوم. الصوديوم مش مشكله انا كده كده عايز اتصل ولكن البوتاسيوم لو نزل بكميه كبيره وبطل البوتاسيوم قوي في الدم
هيأثر على الريزم بتاع القلب، هيلخبط ضربات القلب، ممكن يعمل مشكلة في القلب ومشكلة للمريض. فراحوا مطلعين دواء اسمه أو مجموعة اسمها بوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس. يعني إيه؟ دايوريتك بيستثني البوتاسيوم، بيقول البوتاسيوم إنك أنت ما تنزلش، تعالى يا مية تعالى يا صوديوم انزلوا أنتوا وسيب البوتاسيوم. وعملوا إيه؟ يا إما بيستخدموه لوحده يا إما بيضيفوه على حاجة من الحاجات زي السالازاين. فيروحوا حاطين المادة دي حاجة اسمها ألدكتون وحاجة اسمها موديوريتك. لما يحطوا الألدكتون على السالازاين بيطلع لنا دواء اسمه ألباكتازاين. فبقى خدت البينيفيت بتاع ان الاثنين ينزلوا الووتر والصوديوم، وخدت البينيفيت بتاع ده انه ضيع لي السايد افكت بتاع ده ان هو بيعمل بوتاسيوم سبيرنج، ان هو بيحتفظ بالبوتاسيوم فما يحصلش هايبوكاليميا. يبقى دي مجموعه الدايوريتكس اللي هي مدرات. البوتاسيوم ملوش دعوه بالدسكورس بتاع البوتاسيوم، دي دعوه ب العضلات سواء السكليتال ماسلز او الكارديال ماسلز والكهربائيه بتاعتهم، لكن ملوش دعوه بالبسكوت. خلاص فالبوتاسيوم هنا بقى مهم، فابتدينا نطلع اللي هو البوتاسيوم سبرينج. دي مجموعه الدايوريتكس. المجموعه الثانيه مجموعه البيتا بلوكر، صديقتنا العزيزه اللي دايما بنحذر حاجات كتير منها، هي هو ايه البيتا بلوكر؟ احنا مش عندنا بيتا ريسبتورز موجوده في الجسم، في بيتا 1 موجوده في الهارت وموجوده في البلاد فيسلز، وبيتا 2 موجوده في البروفايل الشعب الهوائيه موجوده في البنكرياس. بيشتغل عليها الابينفرين والنورابينفرين عشان خاطر يزودوا ضربات القلب ويزودوا الكونتراكتيفيتي بتاعت القلب ويعملوا فازو ريستريكشن او فازو سباز من البلاد فيسلز وما الى ذلك. لما اجي اقفل الريسبتورز دي اخلي الابينفرين والنورابينفرين يروح يلاقوا الريسبتورز دي مقفوله بالبيتا بلوكر، يبقى قفلت الريسبتورز تاني. على بيتا 1 اللي هي موجوده في القلب وفي الاوعيه الدمويه في البلاد فيسل هيقلل الكونتراكتيفيتي، هيقلل الفورس كونتراكشن وهيقلل الهارت ريت. ده هينتج عنه ايه؟ نقص الستروك فوليوم، يعني الكونتراكشن اللي بتحصل هتقل، فالستروك فوليوم هتقل. الريسبيراتوري ريت بدل ما هي من 60 ل 90 هيخليها 50. فمش بس الستروك فوليوم او كميه الدم اللي بتخرج في كل دقه بتقل، ده كمان عدد الدقات قل، يبقى النهايه هتبقى الكارديك اوتبوت هيقل. الكارديك اوتبوت بالمعادله كده هي بيساوي هارت ريت في ستروك فوليوم. يعني عدد دقات القلب في كام دقه في الدقيقه بيدينا الكارديك اوتبوت اللي هو كميه الدم اللي بتخرج من القلب في كل دقيقه. فلما يقل الهارت ريت ويقل الفورس كونتراكشن يعني الستروك فوليوم هيقل الكارديك اوتبوت. طب ده هيديني ايه؟ اما يقل الكارديك اوتبوت يبقى كميه الدم اللي طالعه في الاورطه وطالعه من البريفرال فيسلز هتقل، فهيقل البريشر. يبقى ده دور البيتا بلوكرز. مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان هي بتشتغل على البيتا او بعضهم، يعني اول جنريشن منهم بيشتغل على البيتا ريسبتورز الموجوده في البنكرياس، فيعمل لي ايه؟ يرفع الضغط، يرفع السكر. يشتغل على البيتا ريسبتورز، البيتا 2 ريسبتورز الموجوده في البروفايل، فيحصل برونكو سباز. العيان اللي عنده حساسيه ياخد قرص عشان يظبط الضغط، الضغط يتظبط بس يدوه على الرعايه المركزه عشان صدره ما فيش هواء ما فيش اكسجين يخشله وعنده برونكو سباز. اول جروب فيها اول جنريشن طلع زمان قوي وما زال موجود لغايه دلوقتي اللي هو البروبرانولول او الانتظار، وده نون سيلكتيف بيتا بروبر. يعني يشتغل على بيتا 1 اللي هي موجوده في القلب وفي البلاد فيسلز، ويشتغل على بيتا 2 اللي موجوده في البنكرياس وفي البروبرانولول، فتاخد كل السايد افكتس بتاعت الدواء. بتاخد افكت قوي وافكاسي قويه، ولكن بتاخد سايد افكتس قويه برضه اللي هي بتعمل جروب سباز وتعدي السكر. راحوا طالعين جروب ثانيه قالوا دي بقت سيلكتيف مش نص سيلكتيف. سيلكتيف بيتا بلوكرز زي الاكينولول اللي هو اسمه سوق اكينو، ميتوبرولول اللي هو اسمه بيتا نوت، وايزوبرولول اللي هو اسمه كونكور. دول طلعوا وبقوا سيلكتيف. سيلكتيف يعني ايه؟ يروحوا على بيتا 1 ويروحوا على بيتا 2، فيدوني الايفكت اللي انا عايزه ان هو يقلل الهارت ريت ويقلل الفورس اوف كونتراكشن فيقلل الكارديو
كارديك كونكوت ويعمل بوز دايلكتيشن في البريفرال بلاد فيسز. حلو قوي، مش عايز اكتر من كده. طب بالنسبه للبروباي ده، ما هو مرجع بيتا 2 اللي هو سيلكتيف، ما بيشتغلش على بيتا 2، بيشتغل على بيتا 1. تقدر بعد كده جروب ثالثه بقت قالوا عليها هايلي سبيسيفيك، اللي هي بقى يعني متخصصه جدا في البيتا 1 اللي موجوده في الهارت والبلاد فيسز، بس مالهاش دعوه بيتا 1 موجوده خارج، بسموها كارديولول او كارديولول واللابيكالول. ده مجموعه ضافوا عليها الفا بلوكرز، عشان الالفا بلوكرز برضه انتي هايبرتنسيف، فبقت كومباين الفا. المهم ان دي مجموعه البيتا بلوكرز، نعرف انها حاجات الكومن قوي. يعني لو انتوا عايزين السؤال، يعني ده سؤال مشهور دلوقتي، هو بينزل على طول، وهتلاقوا حتى مع ورق الاسئله بينزل. اذكر اربع امثله للجروبز الانتي هايبرتنسيف، and give an example of each group. ده لازم. فالاكزامبل اللي هنا الكوكور، ده اشهر واحد دلوقتي، وده اللي عايزكم تعرفوه. السايد افكت زي ما قلنا ان هو يعمل الجروب الاولاني بتعمل فروك سبريز، ممكن يحصل براش كارد جامده قوي، ممكن تعمل ديبريشن، ممكن تعمل انفلس. دي المجموعه اللي بقول لكم يعني انسوها شويه، مجموعه البازو دايليتس اللي هم الهايدرولازين والمايتريتس، دول بيستخدموا في الامرجنسي، او لو مش مستجيب للخمس مجموعات التانيين ممكن اضيف ده عليهم. طيب احنا كده قلنا الدي اللي هو الدايوريتكس، وقلنا السي اللي هم سوري، قلنا البي اللي هم البيتا بلوكرز، السي بقى اللي هم الكالسيوم شانل بلوكرز. انا لسه مش هقول لكم حكايه الكالسيوم شانلز والكالسيوم بيخش منها عشان يعمل كونتراكشن في السموز ماسلز بتاعت البلاد فيسلز وبتاعت الهارت وبتاعت الديستن والكلام ده كله. فلو ادينا كالسيوم شانل بلوكر زي الايزوبتين او زي الادالات او زي النورفاسك. الادالات ده على فكره العيانين كانوا بيقولوا عجلات، يعني بتاخد دواء ايه باخد عجلات يعني. فالايزوبتين والادالات والنورفاسك دول الكالسيوم شانل بلوكرز اللي بيعملوا بيقللوا الكونتراكشن بتاعت البلاد فيسلز ويحصل باظ دايلكيشن ويوضع. ده دي المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه اللي هم بصوا الاسم الطويل قوي دوت، انجيوتنسين كونفرتنج ديزاينز انهبيتورز. بنكتبه كده اي سي اي كابيتال وبعدين شرطه واي كابيتال انهبيتورز، يبقى اي سي انهبيتورز. لو كتبتوه كده من غير ما تكتبوا الاسم بالكامل انا موافق، يعني هو ده انترناشونال ابريفيشن وهتلاقوه تكست بوكس ما فيهوش مشكله بقى بيدور عليه انه يتكتب ابريفيشن. المهم هو ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ هو في ان الاسم كده انجيوتنسين كونفرتنج انزايم، الانزايم الذي يحول الانجيوتنسين. والدواء دوت بيعمل انهبيشن لهذا الانزايم اللي يحول الانجيوتنسين، فبيحوله ايه؟ هو في عندنا ماده اسمها انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 دوت بيجي الانزيم دوت ومحولها لانجيوتنسين 2 اللي هي الاكتف فورم بتاع الانجيوتنسين. الانجيوتنسين 2 ده هيعمل حاجتين، هيروح يعمل بازو ريستريكشن ريفرال بلاد فيسلز فيعلي الضغط قوي، وهيعمل سولت اند ووتر ريتنشن عن طريق سلسله ثانيه من التفاعلات بيطلع في النهايه الدوستيرون اللي هو بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. اذا الانجيوتنسين 2 ده هو المشكله اللي عندي، وانا اشتغلت على الانزيم اللي بيحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2 قفلته خالص، فبلاش في انجيوتنسين 2 فالحياه بيس وتمام مفيش مشكله، والدواء ده هايل وبقالنا 30 سنه بنستخدمه. ده اللي هو الكابتوبريل، ده شورت اكتنج اسمه في السوق كابتن، برضه العيال بيقولوا عليه كابتن، برضه دور كابتن. ده بيشتغل لفتره من 6 ل 8 ساعات، فلازم العيال ياكل ثلاث او اربع مرات في اليوم. فلقينا ان مفيش كومبلاينس مع هذا الدواء من العيان، فقلت له طب دواء بقى ثلاث مرات في اليوم، ده هو بيكون مره واحده وبيبقى يعني على عينه يعني. فراحوا عاملين النوز اكتنج اللي هو فينا بريجر اسمه تجاري ايزا بريل، والليزينو بريجر اللي هو السترين، والرامي بريل، رامي بريل، كل المجموعه دي كانت بتنتهي ببريل. بريل مش بريل يعني. الكابتن بريل والبيزا بريل والديزينو بريل والرامي بريل. الرامي بريل ده هو اشهر واحد موجود دلوقتي اللي هو
المجموعه دي هي فيري افكتيف بتستخدم في الهايبر تنشن، بنستخدمها كمان كانتي اسكيميك تعديل الانجينا وبتاع، بنستخدمها كدواء مساعد للبيتا بلوكر. فدواء هاي مجموعه هايله جدا، عيبها الوحيد ان هي بتعمل دراي كاف. دراي كاف يعني ايه؟ اول ما كناش نعرف طبعا، ما كانش مكتوب في البامفلت بتاع الدواء او في التعليمات بتاعت النشره بتاعت الدواء ان هي بتعمل دراي كاف، ما كناش يعرفوا هذه المعلومه. فابتدت العيانين تيجي يكتب لها الكابوتين، او كان اول مجموعه طلعت الكابوتين، بيكتب الكابوتين فتلاقي العيان ضغط ظبط، يقول لك الدواء ده هايل، يمشي عليه اسبوع اسبوعين وبعد كده يبتدي يجيله كحه ناشفه، طول الليل مش عارف ينام وصغار وبتاع، طول النهار بيكح. فيبتدي يروح لدور الصدر، قال له اه اعمل دور برد، طب خد دواء الكحه دوت ويروح ويرجع له تاني يقول له لسه الكحه ما راحتش، طب خد انتي بايوتيك وبتاع وياخد الانتي بايوتيك مع لسه ما راحتش، يقول له كده قلبت عندي حساسيه، خد بقى مش عارف كورتيزون، كورتيزون يروح عليه ضغط لخبطه الدنيا خالص. لغايه ما ابتدى الموضوع ده يتكرر مع اكثر من عيان، وواحد تفتح ذهنه وقال له انت بتاخد في دواء جديد خدته في الفتره الاخيره؟ فقال له اه انا خدت كابوتين الدكتور كتبه لي وظبط لي الضغط ده كويس قوي. طب جرب تبطله كده وناخد كالسيوم تشالنج بروح. يروح مبطله ويجي ثاني يوم يقول له الكحه اختفت دراماتيكلي، يعني مجرد ان انا ما خدتش الدواء النهارده ما كحتش خالص. فعرفوا ان الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم الانجيوتنسين دوت بيمنع تحويل انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، وبالتالي انجيوتنسين 2 ما بقاش موجود فما بقاش في ضغط، لكن انجيوتنسين 1 لما ارتفع الليفل بتاعه ابتدى يريتيت البرونكاي ويعمل كحه. فابتدوا يعرفوا ان المشكله بقت من انجيوتنسين 1. حبوا يتغلبوا على هذه المشكله، هم معجبين بالدواء جدا كدواء ضغط، لكن عايزين يتغلبوا على المشكله انك تعملوا ايه؟ ما هم قاعد كلموا بره لو سمحتوا. انتوا الاثنين عشان يتغلبوا على مشكله الانجيوتنسين 1 اللي بيعلى ويعمل الكحه ديت، عملوا ايه؟ سابوا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم يشتغل عادي خالص ويحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، فما تركبش الانجيوتنسين 1 ما بقاش فيه كحه. طب انجيوتنسين 2 هنعمل فيه ايه؟ اه ما انجيوتنسين 2 ده عشان يشتغل لازم له ريسبتورز يروح يقف عليها ويعمل الاكشن بتاعه. احنا هنستناه عند الريسبتورز بتاعته، هنستناه بره ديت، هنستناه بره، هنروح عند الريسبتورز ونكتبها له، ما نخلوش الانجيوتنسين 2 يبقى بس انجيوتنسين 2 ريسبتورز بروكر، هتعمل ريسبتورز بتاعتها. يبقى لا عندي ولا عندي انجيوتنسين 1 يعمل لي كحه ولا عندي انجيوتنسين 2 يعمل لي هايبرتنشن. فدواء بقى ده دلوقتي احدث مجموعه والمجموعه المحدده لكل دكاتره القلب والبطنه ان هم يستخدموها دول تقريبا سايد افكتس. اللي هو قلنا انجيوتنسين 2 ريسبتورز بروكر. اي ار انجيوتنسين ريسبتور بروكر. الاس بتاعت الجمع فبقت ار بيز، بقينا مسمينها ار بيز. برضه لو كتبتلي ار بيز زي الاي سي اي الاثنين مقبولين، ومش عايزك تكتب لي السطر ده كله اللي طبعا يعني بيكتبوا طبعا هاي، لكن لو ما كتبتوش كتبتلي الابريليشن هيبقى مقبول. المجموعه دي زي النوزارتان والفالسارتان اللي هو النوزار والطارق. النوزارتان هو حاجه اسمها هايزار، برضه العميل بيقول عليه هزار، انا باخد هزار. فالهايزار دوت لما بنيجي نحط عليه دايوريتكس سايزايد بقينا بنسميه كو، يعني كومباين كوزار النوزارتان مع ثلاثه. السايد افكت خلاص بقت مشابهه للاي سي انهبيتورز ولكن بدون كوف. دول الست مجموعات زي ما قلت لكم، المجموعه الخاصه بالليتوس دي احنا هي الانديكيشن واحد انا قلت دلوقتي، لكن بقيه الخمس مجموعات هو عباره عن الاي سي انهبيتورز والاربيز والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز والدايوريتكس. طيب احنا كده متوقع ان بيجي العيان فيه ايه؟ فيه ايه؟ فطبعا مش الموضوع مش هزر كده، لا دي طريقه ان احنا ازاي نعالج uncomplicated hyper، يعني ايه uncomplicated؟ يعني مش العيان اللي جاي لي في hypertension يبقى موجود بتاع بعض،
او العيان اللي جاي بيستخدم الهيرون شغال، لا انا عايز اللي جاي كشف في العياده ولقيت ضغطه عالي اعمل معاه ايه؟ ده اسمه انفوميتين. حاجه اسمها ستيب انتي هايبرتنسيف ثيرابي، طريقه سلمه سلمه واحده واحده، اللهم بنسلم عليك وتقولك واحده واحده عادي، هو ده اللي ستيب انتي هايبرتنسيف ثيرابي. انما انا ببتدي بدواء من الاي بي سي دي، يعني واحد من مجموعه اس انفكتورز او ترابيز او متبروكر او تاكسنجر بوكر او دايوريتكس، ابتدي اديه في الاول. وبعدين العيان اتظبط عليه حلو قوي، ما اتظبطش اقل على ستيب 2 هروح ضايف له مع اي واحد من اللي انا كتبتهم دول اضيف عليه دايوريتك. افرض ان انا ابتديت بفيتا بروكر كونكور مثلا، اروح جاي حاطط دايوريتك هيبقى كونكور بلس، العيان هو هورس واحد برضه هتاخده، بس بدل الكونكور البلين العادي الساده العادي هحط كونكور بلس اللي هو كونكور 5 مللي مع 12 ونص مللي على زايد اللي هو دايوريتك. او ان انا اركب مثلا حاجه زي ايسي انهبيتورز الكابوتين احط عليه 12.5 مللي ثايازايد هيبقى اسمه كابو زايد، او ترايت ايس يبقى اسمه ترايت ايس كومبو. فكل الشركات ابتدت تنتج من المنتجات بتاعتها سواء ايسي انهبيتورز او ابيز او كتابوكرز او كده، تنتج الدواء بلين لوحده والدواء مع دايوريتك عشان يبقى حقاني ستيب 1 وستيب 2. ستيب 1 الدواء كلين خالص سواء دايوريتك او ايزي هيرتو او فيز او كوكر او كاسل شير كوكر، وغطى لي ستيب 2 اللي هو حط لي دايوريتك مع الدواء بتاعه. وكل شركه سميته باسم يعني كونكور بلس كافوتين كابوزايد حط عليه سازايد يبقى اسمه، او ان يبقى هايزار يبقى اسمه كو كومباين هيزار او كوزار. طيب ما تظبطش ليه؟ هتقولي ما تبقاش بدل ما ترجع عملها كده، ما تديله كونكور 5 ما تخلي كونكور 10، ولا تديله كونكور 10 ما تخلي كونكور نصين من ال 10 دول يبقى 20. دي بقى المسج اللي احنا عايزين نعرفها، ان كل ما تزود عدد الادويه بتاعت الضغط بجرعات قليله افضل 100 مره من ان انت تزود الدوز بتاعت سنجل دراج. وكل دواء من دول له سايد افكتس، كل ما زودت الدوز كل ما زودت السايد افكتس، كل ما قللت الدوز حتى لو اديت دوايين ثلاثه اربعه كل ما كان السايد افكتس بتاعتهم بقت قليله. فاحنا ستيب 3 ان انا اقوم مزود دواء على الاثنين دول، يعني انا اديت واحد مع دوايتك وبرضه شركات الادويه طبعا هي بتعمل كده مش هتكسب ومش وتكسب طبعا كتير، لان هي بتساعدنا جدا البيشنت كومبلاينس العيان يتقبل ان هو ياخد الدواء. ان انا لو جيت قلت له انا هكتب لك ثلاث ادويه ضغط هيتكلم معايا. انما لما اجي بقى اديله اي سي مع كالسيوم شامل بروكر مع دايوريتك قرص واحد. حاجه بقى طلعت جديد اسمها الاكسبوش، ده عباره عن ثلاث ادويه دول مع بعض. دي حاجات فيها كالسيوم شامل وميتا بروكر بس ممكن اديله وادي مع دايوريتك وهكذا. المهم يبقى في عندي ثلاث زي ستيب 2 بالظبط وقلت عليهم الدواء ده. طيب برضه ما اتظبطش. هنا هرجع بقى للهايبرازين اللي هو المجموعه اللي فيه مشروع خالص المجموعه السادسه ديت اللي هي البازولايتوس اللي هو الهايبرازين على ستيب 3، يعني هو ياخد الثلاث ادويه ويضيف عليهم البازولايتوس. They use lower doses of two or more drugs may lower blood pressure with fewer adverse effects than the use of higher dose of single agent. يعني ان انا استخدم lower doses من دوايين او اكتر احسن من ان انا استخدم higher doses من دواء واحد اخد side effects كتيرة قوي. دي طريقه ازاي بنختار دواء الضغط، ولو ما ظبطش العيان ازاي بنزوده ودي ايه، ودي عاده بتبقى في الحالات البراكتيكال بقول لك عنده ضغط وبيعمل ماشي على كذا ما تظبطش تعمله ايه. في ناس يعني واحط طبعا حاجات في الام سي كيو ان انا ازود الجرعه من 10 ل 20 ولا ان انا ازود الدواء كذا او لا، فمهمه السلايد دي. اخر جزء صغير خالص في الكارديولوجي هو الريزم، ابسنت ريزم هو الريتم
ريت ولو ريزم هو سرعه من 60 ل 90 وطريقه معينه في ضربات القلب. لو اتلخبطت الريت زادت عن 90 او قلت عن 60 ده اسمها اريزميا. لو اتلخبط الريتم نفسه الريت طبيعيه ولكن الريتم اتلخبط خالص يبقى ده اسمه اريزميا. يبقى اريزميا يا اما وقفها دي فور شويه مش باينه. اريزميا از اني ديسوردر اوف ذا هارت ريت اور ريزم. يا اما هارت ريت يا اما ريزم يحصل فيهم ديسوردر الثاني دي اسمها اريزميا. طيب لو شفنا الريت الاول قلنا الريت من 60 ل 90 اكثر من 60 اقل من 60 اسمها برادي اكثر من 90 اسمها تيكي كارديا. قبل كلمه برادي كارديا وتيكي كارديا في كلمه ساينس. يعني ايه ساينس؟ عارفين ان البيس ميكر بتاع القلب هو مين؟ البيس نود. البيس نود دي اسمها ايه؟ ساينس اتريال نود. فلو حصل زياده في ضربات القلب زياده بانتظام يعني الريتم اللي طالع من البيس ميكر هو هو اللي طالع من البيس ميكر ولكن بقى سريع يبقى اسمها ساينس. الساينس فيها مشكله ساينس تاكي كارديا بقى بطيء بس منتظم يعني طالع من الاس اي نود برضه يبقى اسمه ساينس تاكي كارديا. يبقى اذا الهارت ريت ساينس تاكي كارديا هارت ريت اقل من 60 يوجوال اسيمتوماتيك عاده ما بيبقاش فيها اعراض الا لو نزلت قوي وعاده ما بيبقاش فيها اعراض. ليه؟ لو فيكم اي حد بيلعب رياضه بانتظام ولفترات طويله لو قاسوا النقص بتاعه عمره ما يوصل 60 هيوصل 50 وفي يعني حد قال لي التنس قدام قوي يعني ما تروحش انتوا عليه كان اسمه فور سبيكر فكان البلس بتاعه كان 45 ولعب كان جسمه ولعبه ورياضه وبتاع. فالناس الاثليتس الرياضيين بيبقى عندهم ساينس براني كارديا ودي فيسيولوجيكال ما لهاش اي مشكله خالص. كود في فيسيولوجيكال كوزز زي ما قلت لكم او يكون بقى دراج انديوز. يعني ايه دراج انديوز؟ الستايل اللي لسه اللي قبل ديت كنت بقول لكم ان انا ليه ما ازودش الكونكور اللي هو البيتا بلوكر بدل 10 خليها 20 عشان اعمل لي كده اعمل لي دراج انديوز ساينس كارديكال هيبطلني ضربات القلب قوي لدرجه ان ممكن اعيهم عليه ويصابوا فين فين. الهايبرثايروليزم الغده الدرقيه لو فيها هايبرثايروليزم تزود ضربات القلب، لو فيها هايبوثايروليزم تبطل ضربات القلب. فالهايبر الهايبوثايروليزم تعمل ساينس كارديكارديا. يبقى اذا الساينس كارديكارديا يا اما حاجات فيسيولوجيكال اللي هي زي الرياضه زي ما بقول لكم او حاجات باثولوجيكال اللي في دراج انديوز او في هايبوثايروليزم. الساينس كارديكارديا برضه فيها حاجات طبعا هارت اكثر من 90 او اكثر من 100 في حاجات فيسيولوجيكال زي الاكسرسايز. واحد هو بيلعب كوره او بيجري او بتاع طبيعي ان ضربات القلب تزيد. واحد عنده حراره عنده لوز ومسخناه وبتاع كل درجه حراره زياده عن ال 37 بتزود ضربات القلب من 10 ل 15 لقطه في الدقيقه. فلو واحد حرارته 40 يعني زاد 3 درجات عن ال 37 3 في 15 في 45 لو هو طبيعي 80 هيبقى 125. فاذا دي فيسيولوجيكال ساينس تاكيكارديا نتيجه الحراره نتيجه الاكسرسايز نتيجه الايموشنز. الايموشنز ان هو المشاعر والانفعالات وبتاع. انا فاكر واحنا في سنه اولى واحنا بنشرح القلب فالدكتور اللي بيشرح لنا القلب اول ما لمينا كلنا وراح جاي فاتح القلب تعالوا بصوا معايا انا بفتح قدامكم عشان ما فيش فاتح من وراك. حد بقى يقول لي الحب فين هنا؟ الحب ما فيه القلب ما فيهوش غير شويه دم وعضله. الحب ده جاي من المخ. هو نفس الشيء هنا. هو القلب ملوش دعوه، القلب بيستجيب للايموشنز ان هو بيزيد ضربات القلب بس يحصل كان ستاتيك كارديو. فالايموشنز بتزود الهارت ريت. الانيميا بتزود الهارت ريت زي ما قلنا نتيجه ان الهيموجلوبين قليل والاكسجين مش فاهم قليل فالتيشرت عالي فبيبعت للقلب كله زود ضربات القلب عشان تجيب من الدم زياده. سايروس كوز اللي هو الهايبرثايروديزم. البريجنسي زود ضربات القلب. يبقى دي الحاجات اللي هي الساينس الديستربنس في الريت وليس في الريزم. في الريزم بقى احنا لسه قايلين ان الاس اي نود هو البيس ميكر طول ما الاس اي نود مسيطره
وهي اللي بتطلع الامبلسز بتاعت القلب فهي الدنيا مظبوطه مفيش لخبطه في ضربات القلب غير في البريك والريزم بس. انما ممكن تيجي يحصل تمرد شويه من حته سنتي في سنتي كده من الاتريوم او من الفنتريكل وتبتدي تقول لا انا اشمعنى الاس اي نوت انا كمان هطلع الناس. فتيجي كل تستجمع قواها كلها ومطلعه دقه مره واحده تطلع دقه قويه جدا وسط الدقات الطبيعيه بتاعت الاس اي نوت. تروح للدكتور يقول لك انت عندك دقه زياده. دقه زياده يعني ايه؟ يعني درجات القلب ماشيه تك 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 وبعدين تروح واقفه تستعد بقى تطبق الحته اللي هي متمرده دي تستعد وتستجمع قواها يحصل جاب كده وبعدين تك دقه جنب قوي وبعدين ترجع تاني الاس اي نوت تشتغل. بنقول عليها اكسترا اكسترا اضافيه سيستول دقه اضافيه او دقه زياده او بنقول عليها اكتوبيك بيتس. كلمه اكتوبيك يعني حاجه بتطلع من المكان غير المكان المخصص ليها او حاجه بتحصل في مكان غير المخصص ليه. يعني الست عارفين البريجنسي بيحصل في الرحم اليوترس. ساعات بيحصل الفرتلايزيشن للاوفم من السبرم في فالوبيان تيوب الانابيب بتاعت اليوترس. حاجه اعاقت تحركهم الى اليوترس اوقفوا في الفالوبيان تيوب وابتدى يتكون الجنين في الفالوبيان تيوب. بنقول عليه في العرض ان هو الحمل خارج الرحم. ابتدى يبص على طول بنلاقيه على الفايل بتاع العيان حمل خارج الرحم او الفوبيك بريكنس. دي حاجه حاصله غير اماكنها. فالحاجه اللي حاصله غير اماكنها دي بنقول عليها اكتوبيك. فنفس الشيء هنا اكتوبيك بيتس يعني طالعه من حته من دقه طالعه من حته غير الاس ال. May originate from the atrium of the ventricle, is caused by stress, but the حاجات اللي بتعملها من stress, type of stress, زي التكيكارديا بالظبط, type of stress, كلمة heart disease, excess كحرين, شرب القهوة كتير والبتاع, electrolyte stress. طيب, ده الاكتوبيك بيتس دي حتة صغيرة خالص في الاتريوم أو في الفنتريكل عملت وراح مطلعة دقة واحدة. طب لما كل الاتريوم يتمرد على الاس اي نود وكل حته فيه بتعمل زعيمه يعني كل سنتي مربع في الاتريوم كده عمل نفسه زعيم وقال انا هطلع الهارت بيت دي بدل الاس اي نود فابتدوا يعملوا ايه؟ كل واحده فيهم تروح عامله انقباضه فهي الاس اي نود بتخلي الاتريوم كله او كل التوب اتريوم ينقبضوا از وان يونت فبيطلع كميه الدم كلها تروح معصوره ونازله في الليفت في الليفت فنتريكل لو هي من الليفتريكل تنزل في الليفتريكل. طب لو ابتدت كل سنتي هو اللي ينقبض لوحده، سنتي هينقبض هيعمل كده. يعني هيبقى عباره عن عشان كده احنا بنسميها ايه؟ ما بنسميهاش انقباض، بنسميها زبزبه وزينيه. زبزبه وزينيه يعني اتريال فايبريليشن، اي اف. ودي يمكن بنسمعوها كتير وبقت منتشره بصوره جامده قوي وبيغزوها دلوقتي كسرتها ديت للموبايلات والاجهزه الالكترونيه اللي فيها موجات كهرباء مغناطيسيه ابتدت تنشط شويه العضلات بتاعت الاتريا ابنورمالي وتخليها تعمل الاي اف دي لانها انتشرت بصوره كبيره. عشان كده دايما بنقول ما تحطش الموبايل مع جيبك ناحيه القلب وما تعملش. وطبعا مش بس احنا في اي حته في الجسم هيأثر لما دي موجات كهرباء مغناطيسيه هتوصل بس على الاقل ما يبقاش مباشره على القلب. فالاي اف از كاركترايزد باي الرن الريجولار هارت ريت. لما كل سنتي ينقبض لوحده هيبقى القلب عمال يعمل رفرفه او زبزبه بدون ما يحصل انقباض. طب لما ما يحصلش انقباض شويه دم هينزلوا للجرافيتي للفنتركل والباقي كله هيفضل متجمع لو ما فيش انقباض هتعصره كده وتنزله. اللي بيتجمع ده اللي حصل له ستجنيشن حصل له ترسب هيحصل فيه ايه؟ هتبوظ. ده هو الميكانيزم بتاع ان الدم يفضل موجود سايل في السيركوليشن. اولا في انتي كوجلانت طبيعيه موجوده فيه بشرط انه يكون متحرك مجاست ان هو وقف في حته زي ما قلنا قبل كده ان المحصل جلطه في شرايين في اورده الصنفين نتيجه الواحد اتكسر متجبس ونام في السرير ما بيتحركش رجله خالص. تيجي واحده ولدت وفضلت نايمه في السرير اسبوعين ما بتعملش اي حاجه. كل ده بيعمل استجنيشن. فما بالك بقى بالهارت نفسه الاتريوم اللي المفروض من ساعه ما نزلت لغايه ما نموت عمال بيعمل كده فجاه ما بقاش فيه كده بقى فيه بس زلزاله كده والدم موجود فيه زي ما هو هيتكون فيه جلطه. ولو كمان الجلطه في الليفت اتريوم ده
من الفيرتيكال للعمق، مفيش مسافه مسافه السلم. فالثرومبس الكابيلاري ثرومبس كبيره جدا تجويف وجمع في دم، مش مجرد وليد او شجر، لا ده تجويف وجمع في دم. فحته صغيره منه من الجلطه دي من الثرومبس دي بتتصل بيبقى اسمها امبولس، والامبولس دي تطلع اللي تنزل للليفت فنتريك، والليفت فنتريك بتطلع للاورطه، تروح بقى تضرب في البرين، تضرب في الهارت نفسه في الكورونري ارتري، تلف وتطلع لللنج تعمل بلمونري امبوليزم. فالاتريال فيبريشن مشكلته في كده. يبقى ليه في كاركترايز باي رابيد الريجولار هارت ريت دي بتقول مالتيبل اكتوبيك فوساي، مالتيبل اكتوبيك فوساي يعني نقط كتير، فوساي يعني نقط كتير متعدده، واكتوبيك يعني ما هياش المسؤوله الاساسيه عن الهارت ريت. ان ذا اتريا دي انكلود كونتراكشن اوف ذا اتريا ان ا فيري ديس اورجنايزد اند ابنورمال مانر. الاي اف مشكلته في ايه؟ مشكلته زي ما قلنا في الجلطات، وبالتالي العيان هيبقى ماشي على انتي كوجولانتس مدى الحياه. ده ما ينفعش ابطله لحظه بقى الانتي كوجولانتس. مع هارت ريت كنترول ان انا احاول اقلل الذبذبات ديت، ان انا ادي بيتا بلوكر او ادي حاجه تقللي الهارت ريت. ليه برضه قلنا ليه؟ عشان لما يجي لك العيان يقول لك انا عندي ذبذبه، تبقى عارف ان العدو ده حتى لو مش جايب الدواء معاه ما قالكش انا باخد ايه، عندي ذبذبه، تعرف ان الذبذبه دي يعني اسمها اي اف، يعني المريض ده بياخد انتيكواجلانتس حتى لو ما قالكش ان انا باخد انتيكواجلانتس، لازم تتوقع الاول وتعرف هو بياخد انتيكواجلانتس، وبالتالي ما ينفعش تطلع له لما ترجع له دكتور القلب بتاعه حتى لما تتضايقش من كل واحد انتيكواجلانتس تعالى اطلع لك، ممكن على ما يوقفه يحصل ثرومبس ويحصل، فبترجع له دكتور القلب بريبورت من حضرتك بتقول له والله المريض محتاج يتعمل له كذا كذا كذا، المريض ده عنده اي اف وماشي على انتيكواجلانتس، انت ايه رايك في حته واحد انتيكواجلانتس تدي ايه بداله او ما توقفش او عايز تعمل. اخيرا بقى يعني ده كده يعني كلمتين شويه ريكومنديشنز كده على الكارد باسكر ديزيز كلها، ان العيان بتاع الكارديك العيان الكارديك should be instructed always to maintain good oral hygiene. لازم تخليه يحافظ على الاورال هيجين، جود اورال هيجين. الحاجه الثانيه ان ما تخليش العيان ده يحس بالم او انه يتخنق وانت شغال، بمعنى ان انت بتديله لوكال انستيزيا محترمه، افكتيف بينلس لوكال انستيزيا اسينشال، والاسبيريتنج نيدل او سيرنج وانت شغال ما تخليش الانفجار مغمض لان هو مش ناقص اساسا، هو متلصق. اللوكال انستيزيا اللي بتديها لو فيها ابينفرين ما تستخدمهاش بكميات كبيره لو العيان ده ماشي على بيتا بلوكر، لسه قايلين ان البيتا بلوكر وظيفتها ان هي بتقتل لي البيتا ريسبتورز اللي بتشتغل عليها الابينفرين والنورابينفرين. طب انا لما اجي اديله ابينفرين وهو ماشي على بيتا بلوكر يبقى انا بدي حاجه ضد حاجه، ودي ممكن تخليه عن ضغط يعلى فجاه، او لو هو ستيبل او ان ستيبل انجينا بيحصل له اتاك انجينا او انت شغال، فبالتالي ندي يا اما بنفرن فري لوكال انستيزيا يا اما لو دوز من البنفرن في لوكال انستيزيا. السيتامست از نوت ريكومندد تو بي يوز فور كارديك او هايبرتنسيف بيشنتس لانها برضه بترفع الضغط. اشور فيبريشن طبعا العيان ده يعني بيبقى عنده انكزايتي، والانكزايتي ممكن ترفع له الضغط، ممكن تعمل له عنده توتر وعنده ستريس وبتاع، فاعمل له اشورنس ريشورنس، ولو محتاج حتى تديله انكزوليتك او ادويه مهدئه الاول وتديها في يوم تاني، لازم يبقى ستريس فري، لازم يبقى شورت ابوينتمنت زي ما قلت لكم كده، ما ينفعش العيان يقول لك انا ابتديت اتعب، فتقول له ده انا خلاص ما وديش ربع ساعه ولا ما فيش ربع ساعه، العيان كبر تعب واحد مش ربع ساعه. انتيبيوتيك بروفلاكسيس عشان خاطر تفك الكارديتس، في الانتيبيوتيك بروفلاكسيس اللي المفروض يستخدمها اموكسيسيرين طبعا. لو العيان بعد ما اشتغلت له جاله فلو لايك سيمتومز خلال شويه الاربع اسابيع وانت عملت له سيرجيكال بروسيجر وجالك قال لك انا من ساعه ما خلعت وانا سخن، او من بعد ما خلعت باسبوعين ولا بتاع وانا سخن ومش عارف السبب السخونيه ايه اللي يكون في فجرات كبيره، ما تقولش لا بس زي الفل روح شوف، لا انت توقع انت ممكن يكون عنده
البكتيريا تنفكت منه الكاربايتس وتبقى عنده دكتور القلب او دكتور البطنه برضه بيزود له. عشان يعني الناس تحتاج دكتور الاسنان لازم تعرف انه فاهم، فما تبعتوش تقول له روح لدكتور البطنه اقول له انا خلعت وبعدين سكتت، لا قول له والله الراجل ده خلع على ضرسه من اسبوعين وجالي النهارده تو رايت سيرفنج فيفر وبولي اكس وهيديك ومش عارف ايه، وانا شايف ان يكون عنده فكره يبقى انت كده من ناحيه اولا الدكتور عارف ان انت فاهم، من ناحيه ثانيه جايز دكتور البطنه نفسه ما يجيش في دماغه، يعني هو جايز دكتور البطنه يبتدي يفكر في حاجات ثانيه ان يكون عنده كلمه تقول ان يكون عنده مش عارف. لا لكن انت لما بتوجهه ان انا عامل له خلع من اسبوعين وانا شاكك في الفكر الكاربايس، اول حاجه عملناها اكسكلوجن اذا كانت موجوده ولا لا. بيشنت ويز هارت فيلير شود بي تريتد ان ذا سيمي سيتنج بوزيشن، مش الكاميرا بوزيشن مش قاعد يعني السيمي سيتنج بوزيشن. تيك ا جود دراج هيستوري، خد هيستوري دراج هيستوري مظبوط عشان تتاكد ان العيان ما بياخدش على الدراجنس، العيان ما بياخدش ديتا بروفر، العيان ما بياخدش لو ضغط الكلام ده. دي النصائح او الريكومنديشنز اللي بتطلع بيها في الشابتر بتاع الكارد باستر. كده احنا لما خلصنا الكارد باستر الشابتر دوت الشابتر 1 الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هنتكلم في الاسبوعين ديزيز ومناسبه الشتاء اللي داخل ده وادوار البنك المنتشره، هتبقى محاضره انترستنج جدا. الانفلونزا يعني ايه انفلونزا يعني ايه برد ويعني ايه برد، والكابوريا قوي والحساسيه الصدر والكابوريا، يعني ان شاء الله هنخلصه.